اخوان اجواء الطائف اليوم ما في كلام ما في كلام ما في كلام. بوريكم المطر، تسمحون لي بوريكم المطر، تسمعوني؟ ها تشوفون شوف كيف. الله 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 الله. المنطقة هذيك يا جماعة الخير كلها امطار ما شاء الله تبارك الله. شوف البرق، تشوفون السماء؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. هنا الجهة هذه ما في شيء يا جماعة الخير، ما في شيء، هلا حبيبي، ما في شيء الجهة هذه، تشوفون كيف صحوا، لكن من هنا تشوفون ما شاء الله تبارك الله، هذه سماء الطائف، ما شاء الله ما شاء الله، الله يجعلها أمطار خير وبركة، بتشوفونها قدام بصورها لكم. أيوه 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 بدأ المطر يا جماعة الخير، أنا ما قلت لكم أول المطر قدامي. شوفوا ترى باقي لحد الان مد المغرب يا جماعة الخير، المغرب مد يزين صوت المطر يزين صوت المطر. ما شاء الله تبارك الرحمن. قدام قدام يا جماعة الخير غزارة المطر صحيح قدام، انا شايف البرق وشايفه وسامعنا الرعد، شيء 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 عظيم. ان شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله رشان يا جماعه الخير، ان شاء الله تبارك الرحمن. شفت البرق؟ تبارك سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، سبحان الله العظيم. قدام 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 غزارة المطر قدام، من رحت قدام طالت عماركم انا عندي لزوم من هنية ماني متعدي، لكن انا انا انا, أنا خذتني خذاني على قولتهم. ها سبحان ربي، تقول ليل احنا باقي ما اذن المغرب عندنا الطايف، والله ما اذن بعد الخير، بس شوفوا كيف كانه مدر كاننا ننتظر العشاء. سبحان ربي سبحان ربي، ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. صوت المطر المنطقة هذه المنطقة هذه يعني تلخلخت آمين آمين وياكم، والله يرزق البلاد والعباد يا رب العالمين ويجعلها أمطار خير وينفع بها أرجاء البلاد. اي والله أنت من وين يا فالح؟ من أي دينة؟ عشان أنشدك جاكم مطر ولا ما جاكم مطر؟ يا جماعة الخير أنا قررت قرار سامحوني عليه سامحوني عليه، قرر جاء في بالي كذا يا أخي أبغى أصير منشد، شو رأيكم؟ أبغى أسمعكم يا أخي صوتي، أبغى أصير منشد، وجيت عندي هنا عند رجالنا هنا عند استديو يا أخي أسامة. يا هلا، السلام عليكم، كيف حالك؟ يلا حي أسامة، أبغى أنشد. يعني قررت؟ أبغى أنشد. أيوه تفضل. الغرفة هذه الجميلة؟ يلا بس هذه هي طلعت عمار، أبغى أنشد يا أخي بنشد، الناس كلهم يقول لك يجون هنا طلعت عمار ينشدون، أبنشد أنا وإن شاء الله من أموري. شغل لي يا حبيبي شغل لي. إيش تبون يا جماعة الخير شيلة؟ إيش تبون؟ ها؟ إيه ماني مجازك في صدق وهجران وداعتك الله. تعال تعال ايش ايش انا من رايي خلك على القصص يدك 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 اسامه، ابى اسمعك شيء اطيب من هذا الشيء. تعال اسامه، لا يعني انا ما انا انا ما ما والله خلك على القصص وخلك على المحتوى. اسامه صدقنا ما ينفع معك مره، تفضل يا اسامه. تعال ابى اسمعك شيء يحبه قلبك. ما عندي انت ما يصير لك هذا يا اخي، ما ولا ولا طيب واحده ما واحده
واحدة ماشي اسامة واحدة يدك والله والله عندي تشوش ما قدرت والله يا رجل خليك على القصص حبايبي الغالين هذا اللي شفتوه كله اعلان اعلان هذا اللي انا قاعد اسويه الان اعلان طالت عماركم الاستوديو الجزالة اللي يخدم جميع انحاء العالم ما هو بس السعودية ولا هو بس اي محل انت فيه تواصل معهم أخوي الغالي أختي الغالية إذا عندك يا أخي ما نخلو إحنا من المناسبات والمناسبات لابد يكون فيها شيء فرايحي شيء جميل شيء حتى لو كان تبغى شيء بدون إيقاع حتى لو كان تبغاه على اللحن الفلاني حتى لو كان تبغاه على اللحن أي شيء تبغاه حتى الكلمات يعرضونها لك ما عليك إلا تتصل عليهم عندي مناسبة كذا كذا وهذه الأسماء وجهزوا لي قصيدة وجهزوا لي منشد يجهزونها لك ويعرضونها عليك وافقت عليها قالوا توكلنا على الله ما وافقت عليها قالوا الخير واهل الله يسمح طريقي لكن غالبا 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 اخوي الغالي اختي الغالي انك بتسوي عندهم ليش لان عندهم ما شاء الله لا قوه الا بالله عندهم تفرد بالمنشدين الجيدين وايضا الكلمه الجيده من الشاعر الشاعر يوصف لك المناسبه وصف ممتاز وصف دقيق ورهيبين رهيبين 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 انا بحط لكم سنابهم على المقطع هذا ولكن أحط لكم مقطع ثاني عليه الواتساب ارفع الشاشة لأي مناسبة عندك أخوي الغالي أختي الغالية ثم نطلب وابشر بالخير وعندهم الأسعار في متناول الجميع ما راح تزعلون أبد لا زودوا عليكم كلموني أنا توسط الله يسعدكم إن شاء الله وبالتوفيق لكم ولهم الله 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 أنت علامك يا ماجد مشخص علامك مشخص عشان أنا يا أبوي كلمتك إن عمي مطر يكلم الرجال يجون المجلس ما أي رجال؟ وعمي مطر يجيب عياله أي رجال؟ رجاجيل حقك اللي البارح؟ إيه البارح وش تبغاهم؟ أبغاهم صب لهم قهوة تقلطون يا حبيبي والله مضياف وانا ابوك ها مضياف تحب الضيوف شاطر شاطر والله والله شاطر وبعدين ايه تفضل الولود يصبون القهوة على الضيوف الولود الله يسعدك طيب اسمع يا بابا تدري انك حلو ايش ما هذا بالشخصية وبالعقال ها طاقية موجودة والله طاقية موجودة أهم شيء الطاقية موجودة ها أيوة وكيف الأسنان؟ الأسنان طيبة ها فرشت الحمد لله طيبة يا حبيبي إن شاء الله كلها يوم يومين بس شوف الدكتور الزين نقلعها 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 مرة طالما أنها معكرت من مزاجك يا ماجد نقلعها شو نسوي بها؟ نقلعها أنا قلع أيوة عشان يصير ماجد مبسوط يرقد يخلينا نرقد اليوم ما خليت نرقد يا ماجد ها بعدين ترى علمت متابعين قلت قاعد يبكي منها قاعد تبكي أنت لا ها لا ها ويجي سنوني يا حبيبي ما في مشكلة وجع السن وجع السن أو الضرس يعور الكبار فما بالك الصغار الصغار يعور الدروس والله يعور كلنا يعورنا